اهلا بيكم في الجزء ده من محاضرتنا في كلامنا عن السكوب مانجمنت. عايزين نتكلم مع بعض على اخر حته في الكولكشنز بتاعه ريكويرمنت وهي البرين ستورمنج. احنا كنا بنتكلم في الكولكشن بتاع ريكويرمنتس وكلمنا عن ان احنا عندنا ثلاث مصادر. المصدرين الاولانيين هيبقوا من الناس، والناس دول كانوا البوتنشال كاستمرز والكومبيتيشن. دلوقتي عايزين نتكلم على المصدر الثالث اللي هو عاده بيتعمل ان هاوس. ان هاوس مقصود بيها انت بتعمله بنفسك او بتعمله مع مجموعه من معارفك، او ده لو مشروع صغير، او لو انت بقى مؤسسه او شركه المفروض بتعمله مع التيم اللي مسؤول عن المشروع ده وتضيف عليه بعض الناس. هنا هنتكلم على اسلوب واحد من اساليب الداتا كولكشن في عن طريق الميتينجز وعن طريق التيم ديسكشنز، وهو البرين ستورمينج. البرين ستورمينج الحقيقه من ضمن الحاجات اللي انتشرت جدا في خلال حوالي الأربعين او خمسين سنه اللي فاتت، وده يعني لا اقل من خمسين سنه. والحقيقة له فوائد كتيرة وله عيوبه زي اي حاجة تانية. تقدر تقرأ تفاصيل كتيرة عن البرين ستورمينج في اماكن مختلفة، وتقرأ مقالات ومعلومات من مصادر مختلفة. لكن الحقيقة جاي اكلمك هنا على المرحلة الاولى من مراحل البرين ستورمينج، وهي المرحلة المشهورة، وعايز اكلمك عنها شوية عشان هي لطيفة ومهمة وبتساعد في حاجات كتير. فكرة البرين ستورمينج مبنية على ان احنا بنولد افكار، وافكار كتيره قوي 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 قوي، ومن خلال الافكار الكتيره دي نقدر ننقي مجموعه منها اللي قابله للتطبيق، ومن ضمن المجموعه دي كمان بعد كده نبتدي ننقي احسن حل من الحلول او احسن مجموعه من الريكويرمنتس تنفع في البروجكت بتاعه. فبتبتدي البرين ستورمينج بقعده. القعده دي بنبتدي فيها نوقف مخنا ونشغل بقلب، نشغل لسانك. طول عمرنا نقول لك ايه، فكر قبل ما تتكلم، فكر قبل ما تتكلم. دي نصيحه الحقيقه ما اقدرش اقول عليها اي حاجه غلط، نصيحه مفيده جدا 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 في كل حاجه الا في البرين ستورمنج. اوكي، ليه؟ في البرين ستورمنج احنا عايزين نطلع افكار، والافكار دي مهما كانت غريبه وغير متوقعه تكون دايما بتبقى دايما مفيده. خليني اكلمك على حاجه كده ممكن تكون عندك فكره عنها. تسمع عن البلياردو؟ اوكي، في البلياردو بتبتدي لعبه البلياردو بان انت بتضرب الكوره لمجموعه من الكور مرصوصه بشكل معين. بعد ما تتخبط بتتحرك بعديها بشكل شبه عشوائي. ليه؟ حته في الميكانيكا ما لناش دعوه بيها ده. بتتحرك بشكل شبه عشوائي. كتير قوي لما بتعمل البريك ده ما بيحصلش حاجه، كل الكور بتتبعزق ويبتدي الدور بقى ايه، يمشي من واحد لواحد الناس اللي بيلعبوا بيها. لكن في اوقات لما بتعمل بريكنج ممكن تنزل اكتر من كوره في البوكت، اللي هي الفتحه اللي تنزل فيها الكور بتاعت البلياردو. طب ايه اللي حصل؟ الحركه العشوائيه دي خلت ممكن يطلع فكره، بص انا ببص على الافكار العشوائيه، ممكن فكره منهم تبقى قيمه كفايه انها تتحسب نقطه كويسه في عمليه البحث عن الافكار المطلوبه. فبنحاول نعمل العشوائيه دي في البحث. العشوائيه دي جزء منها بيجي من ان انت تتكلم من غير ما تفكر، بتطلع كلمات وحاجات. عايزين نعمل مول، ايه رايك نعمل المول ده على مساحه 13 متر وربع؟ لو بتفكر بشكل عقلاني تقول لي انت عبيط، ايه 13 متر وربع هتعمل عليهم مول يعني؟ لكن لما اقول 13 متر وربع يمكن تطلع فكره تانية من واحد تاني عن ازاي ممكن نعمل المساحه بتاعته، او نحتاج مساحه ارض قليله علشان نبني عليها المشروع مثلا. خلاص، فدي فكره ان انا اقول الافكار اللي تخطر على بالي من غير ما افكر فيها. دي من المراحل المهمه جدا في البرين ستورمنج، ان احنا نطلع قد ما نقدر من افكار وبعدين نبتدي نفكر فيهم بشكل منطقي. لكن في الاول وقف المنطق خالص.
طب عشان ما اطولش عليكم في البرين ستورمنج، موضوع البرين ستورمنج ده موضوعات ظريفه جدا، وممكن يعني يتعمل فيه دورات تدريبيه لوحده على جنب يعني. لكن حبيت بس اديك الفكره دي، ان انت تقعد مع الناس اللي تعرفهم او الناس اللي بيشتغلوا معاك وتبتدي تعمل برين ستورمنج. البرين ستورمنج ده هيبقى الغرض منه بالنسبه للكلام بقى بتاع محاضرتنا، الغرض من البرين ستورمنج ده هو ان احنا نقول ايه الريكويرمنتس اللي نحطها في البروجكت عشان البروجكت بتاعنا يبقى كويس ويعرف يتباع. خلي بالك يعرف يتباع، لان انا لسه بزلت بتكلم معاك كما لو كنت انت الاونر مش البروجكت مانجر، المفروض الحته دي بيعملها الاونر. مع ذلك بقى لو رجعنا للبروجكت مانجر، ساعات كتير جزء من مرحله الريكويرمنت ديفينيشن دي بيبقى بيتعمل على كذا خطوه او على كذا مرات منهم ممكن يبقى البروجكت مانجر بقى انفولفد. ليه؟ لان هنا بقى البروجكت مانجر ممكن يحط وجهه نظره العمليه، ايه اللي ممكن يتنفذ وايه اللي مش ممكن يتنفذ، بغض النظر عن هيتباع او مش هيتباع، دي ما تهمكش كبروجكت مانجر، تهم الاونر هنا. لكن كبروجكت مانجر بتحط رايك في الريكويرمنتس علشان التنفيذ كمان يبقى عملي وتقدر تطلع حاجه كويسه تناسب متطلبات العمل. يبقى احنا في الفيديو ده وفي الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا على الكولكشن بتاعه الريكويرمنتس، واتكلمنا عنها من وجهه نظر الاونر. عايزين بقى نرجع نتكلم في بقيه السكوب مانجمنت من خلال وجهه نظر البروجكت مانجر. نرجع بقى نلبس الطاقيه بتاعه البروجكت مانجر، واللي فاضل هنتكلم فيه مش هيبقى كتير ان شاء الله، لكن انا يهمني في الاخر ان احنا يكون خدنا تصور عن ايه السكوب وايه السكوب مانجمنت اللي احنا بنتكلم عليه. فارجو ان انتم ان شاء الله تكونوا معانا في الفيديو الجاي واحنا بنكمل كلامنا عن السكوب مانجمنت.